عاجل جدا انهيار سد جديد بالسودان، بننشر لحضراتكم التفاصيل. ونبأ عاجل مسرع وإصابة 14 مصريا في ليبيا، بننشر ليكم التفاصيل في الفيديو. وعاجل تعرف على وصية الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. ومفاجأة، هل علمت دلال عبد العزيز برحيل زوجها سمير غانم قبل وفاتها؟ تعرف معنا على التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلك الفيديوهات والأخبار أول بأول. وما تنساش تضغط على زرار أعجبني، عاوزين نوصل لألف أعجبني. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل جدا انهيار سد جديد بالسودان. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال دافور، المهندس عبد الشافع عبد الله آدم، يرافقه مستشار والي الولاية للمياه المهندس نور الدين آدم أحمد، ومدير مشروع المياه وإصحاح البيئة المهندس إسماعيل أحمد محمد، وعدد من المهندسين من قطاع المياه، وقفوا خلال الزيارة التفقدية التي قاموا بها إلى منطقة خنادية بوحدة الصياح الإدارية التابعة إلى محلية مليط على الأسباب الفنية والهندسية التي أدت لانهيار سد المياه الجديد الذي أنشأته إحدى الشركات بدعم من منظمة إيطالية، والذي يتم إنشاؤه في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية بالولاية. قال المدير العام للبنى التحتية إن وزارته ستقوم باستدعاء المنظمة العالمية الداعمة والشركة المنفذة لاستجلاء موقفهما حول عدم التزامهما بتشييد سد كندية وفق التصاميم والمواصفات الهندسية الواردة في العقد الموقع. فيما ناشد ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات بوحدة الصياحة الإدارية حكومة الولاية والجهات ذات الصلة بحفظ حقوق مواطني المنطقة في الحصول على المياه واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه منظمة كوبي وشركة البيان. نشير إلى أن المدير العام للبنى التحتية والتنمية العمرانية قد عقد اجتماعا مع أعضاء مكتب الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات والتغيير، تم خلاله التفكير حول احتياجات ومتطلبات مواطني مناطق وقرى وحدة الصياحة الإدارية في المجالات الخدمية وعلى رأسها المياه. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وهذا هو يعني سد جديد وتقريبا يعني تم تدمينه بسبب الفيضانات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ونبأ عاجل مسرع وإصابة 14 مصريا في ليبيا وفي 7 مصريين و8 مصابين بينهم مواطن ليبي بسبب حادث سير على طريق بوابة الـ200 أجدابية طبرق، ونقلوا جميعا لمستشفى المخيلي 130 كيلومتر غرب مدينة طبرق الليبية. ذكرت بوابة الوسط الليبية أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح وإصابات بالغة بالرأس، وأجريت لهم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة. أشار أن أسماء الوفيات شمل كل من أحمد محمد سيد ومحمد إبراهيم مصطفى وأمين محمد أمين ورزق عوض أبو الفتوح وأحمد سالم شلقامي ومحمود إدريس عبد الرازق ومحمد رجب يونس. وأضافت أن أسماء المصابين شملت كل من أشرف رمضان صالح ورجب محمد محمد وحسن علاء حسن وشعبان جمال ومجدي صالح ورمضان سيد محمد وحمادة أحمد محمد ومصطفى طاهر أبو زيد. مصدر معنا كان من الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل تعرف على وصية الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن وصية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي وافتها المنية ظهر أمس السبت عن عمر 61 سنة بعد تدهور حالتها الصحية. لفتت أن دلال عبد العزيز أوصت بنتها في بدايات مرضها وأثناء وجودها على جهاز التنفس الصناعي بعدم نسيان المرتب الشهري الذي خصصته لبعض الأشخاص، معلقة كانت تتذكر المحتاجين لها وكانت كريمة
عشمنا في أن يرحمها الله ويغفر لها ويرزقها الجنة. وقالت مصطفى خلال تقديمها البرنامج بنت البلد المذاع على صدى البلد إن دلال عبد العزيز كانت فنانة عظيمة ومحترمة وراقية ومن أهم فناني مصر، أعربت عن تمنياتها في أن يرحمها الله ويحسن إليها. الفنانة الراحلة كانت خيرة وكريمة للغاية، سيدة مصرية بالمعنى الحقيقي، بنت بلد وفلاحة أصيلة ربت أولادها أحسن تربية. أتذكرها بكل خير، وعلاقتها بالناس كانت في منتهى التواضع، وخيرها مقدم لمن تعرفه ومن لا تعرفه. ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها ويجعلها من أهل الجنة بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومتعلق أيضا بالفنانة دلال عبد العزيز ومفاجأة. هل علمت دلال عبد العزيز برحيل زوجها سمير غانم قبل وفاتها؟ كشفت مصادر بفريق التمريض في المستشفى الخاص الذي كانت تعالج به الفنانة المصرية دلال عبد العزيز أن آخر كلماتها كانت مناداتها على زوجها الراحل سمير غانم. مصادر طبية أخرى قالت من داخل المستشفى أن الفنانة دلال عبد العزيز توفيت دون أن تعلم بخبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم، نظرا لسوء حالتها في الساعات الأخيرة التي بدأت بفقدان للوعي نتيجة توقف وظائف الكلى أعقبه توقف وظائف بعض الأجهزة البشرية الأخرى وصولا لتوقف القلب. مصادر أكدت أن سوء حالتها خلال الساعات الأخيرة لم يكن أي من أفراد أسرتها أو الطاقم الطبي المعالج من إبلاغها بالخبر. المصادر أكدت وفقا لصحيفة الوطن أن الأطباء سعوا لوضعها على جهاز التنفس الصناعي إلا أن الوقت لم يسعفهم نظرا لسوء حالتها خلال الفترة الأخيرة نظرا للتليف الشديد في الرئة. وأضافت أن حالتها تدهورت خلال الساعات الأخيرة، لافتة أن الأطباء حاولوا وضعها على جهاز التنفس الصناعي فنتيليتور. ربنا يرحمها رب ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة إن شاء الله. كانت ست طيبة وست خيرة جدا، يعني ربنا يصبر أهلها وبناتها، يعني ربنا يصبر بنتها دنيا سمير غانم ويعني إيمي سمير غانم. طبعا يعني دنيا وإيمي تعرضوا لوفاة والدهم سمير غانم. ربنا يرحم يا رب دلال عبد العزيز وسمير غانم، كانوا فنانين كبار جدا. ويجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام الأمير من صفحتكم مصر ميديا اي بي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس الاسم، وكان معكم برضو أبانوم خلفاوي مسؤول عن المونتاج لهذه الفيديوهات والأخبار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.